من ضمن الأحكام الشرعية المتعلقة بسورة الكهف ما رسخ في أذهان الناس قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أو قراءة جزء من سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها. ما الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة شيخنا الحبيب؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلا اشتهر بين الناس أن سورة الكهف لها فضيلة إذا قرأت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كما ورد في بعض طرق الحديث، ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث بيرويه له إسناد يعني معين معروف، بيرويه أبو هاشم الرماني عن أبي مجلز لاحق ابن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كان له نور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي بعض الروايات ما بينه وبين مكة. الحديث ده بيرويه ثلاثة من الرواة عن أبي هاشم الرماني، هشيم بن بشير، وسفيان الثوري، وشعبة ابن الحجاج. أما شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري فخلت رواياتهم من كلمة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. لم يقع هذه الفقرة من الحديث إلا في رواية هشيم ابن بشير فقط، وهشيم ابن بشير حتى اختلف الرواة عليه مرة مرفوعا ومرة موقوفا. لكن يعني مش عايز أدخل في تفاصيل حديثية إسنادية، ولكن الذي عليه جماهير العلماء أنه إذا اتفق شعبة وسفيان على رواية فهي أرجح من راو كهشيم بن بشير برغم أنه كان ثقة. لكن الرواية الصحيحة: من قرأ سورة الكهف كان له نور ما بينه وبين البيت العتيق، هو ده اللفظ الصحيح، خالي من معنى ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. نعم، ورد في رواية يعني سفيان الثوري من رواية قبيصة بن عقبة عن سفيان يوم الجمعة، لكن دي تعتبر رواية شاذة عند المحدثين. ويعني جماهير العلماء كالدارقطني كالبيهقي زي الإمام الذهبي ابن حجر العسقلاني كلهم رجح أنه موقوف على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن موقوف على الصحابي على سعيد الخدري، لكن ده يعني عند العلماء اسمه له حكم المرفوع. تمام، ليه؟ لأنه ليس يعني معرفة إذا قرأ السورة له نور بينه وبين البيت العتيق مما يدرك بالرأي أو الصحابي يقوله من عند نفسه يعني تشريع. لابد أن يكون تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مرفوع حكما كما يقول المحدثون. لكن المرفوع في هذا الحديث دون قوله يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. فالصواب في هذا أن قراءة سورة الكهف مطلقة تقرأ يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الحد، يوم الاثنين، أي يوم في أيام الأسبوع من قرأها كان له نور بينه وبين البيت العتيق أو بينه وبين مكة المكرمة. يعني لكن يمكن تقرأ اليوم الجمعة شاذ، لا يصح من جهة الرواية. يعني يمكن تقرأ أكثر من مرة في الأسبوع، طبعاً في العام، طبعاً في طبعاً ده معنى الحديث. نعم، من قرأ هكذا مطلقا يعني دون تحديد يوم من الأيام يعني. نعم. طيب، هل وردت أي أحاديث أو روايات تتكلم عن قراءة خواتيم سورة الكهف؟ نعم، في رواية العشر آيات الأولى من سورة الكهف، ورواية أخرى العشر آيات الأخيرة من سورة الكهف، لكن أثبت من جهة الرواية العشر آيات الأول من سورة الكهف من قرأها عصم الدجال، وأيضا لم يحدد وقت. وإلا بالضبط كده. لم تربط أيضا بيوم الجمعة. لا لا لا، لم تربط يوم الجمعة. يوم الجمعة وليلة الجمعة من جهة الرواية شاذة، لا نعم. تصح يعني. نعم. أي نعم.